هنقل على المحطة اللي هي بقى الأحدث، لأنه برضو إحنا كانت الأمور في روسيا بدأت تهدى شوية، بدأوا يعملوا اتفاقيات الحبوب، بدأ يعني الأمور يبقى فيها بعض الموائمات. فجينا دخلنا على غزة، وكان عندنا قبلها السودان، فهنا القلق على الحدود، فازاي ده برضو انعكس على الاقتصاد وعلى الحياة اللي هي بتاعت المواطن على الأرض. أنا عاوز أقول لحضرتك بس إنه الأزمات دي لازقة ببعضها، يعني في تراكم، أثر متراكم. ومش بس كده، الأزمة لما بتحصل حضرتك إيه اللي موجود، يعني الراجل اللي بيدير ده، اللي قاعد بيدير ده، بيحاول دي نار ولعت، فأول حاجة بيفكر إنه يطفيها. أول أنا قاعد كده فقامت الكرسي اللي أنا قاعد عليه مولع، أول حاجة أقوم أجري وأجيب ما يطفيه. فهو أول حاجة بيلاقي الأزمة الروسية الأوكرانية دي ولعت، هو عنده أصلا مشروع باني بقى بنية تحتية ومجهز حاله ومظبط، استغل الوضع ده، احاول استفيد. فالراجل يعمل ايه؟ يقول لك يا جماعه الاوروبيين ما عندوش لاقيين طاقه، انا بعمل لكم طاقه، تعالوا اشتروا طاقه من عندي. حلو الكلام. فيبدا الراجل يقول لك انا هتطور بشكل كبير جدا في موضوع الطاقه ده، واشتغل كمركز اقليمي لتداول الطاقه. هتشتغل ازاي؟ هبيع لكم يا جماعه جاز دلوقتي حالا، وفي المستقبل هربط معاكم كهرباء من الطاقة الشمسية، وانتوا بقيتوا محتاجين الطاقة الشمسية والكهرباء بتاعتي دول، لان الروس اللي بيدوكوا جاز قفلوا عليكم. يعني انا قلت هنا هستفيد بالامكانياتي تسمح بيه، او قدراتي تعني عليه، والوضع السياسي المضطرب اللي حصل اللي غير خريطة الطاقة ده انا استفيد بيه. حلو. بدأنا نعمل اتفاقيات وبدأنا نوصل والدنيا تمشي علشان احاول احقق مكسب من الازمه. ما انا اضطريت اصلا يعني اتفعصت فيها، احاول احقق مكاسب بما يرضي الله، يعني تمام. زي اي دوله في الدنيا. المهم بدانا فعلا نشتغل على الموضوع ده ونطور الدنيا ونشتغل. يجي بقى وانت بتشتغل الشغل ده، المستثمرين هيجوا يستثمروا عندك. هيجوا يستثمروا في ايه؟ في قطاع الطاقه اللي انت هتشتغل فيه ده. هيجوا يبنوا مصانع عشان يعملوا الواح شمسيه، مصانع علشان ياخدوا الطاقه من الالواح الشمسيه يحولوها لطاقه لهيدروجين اخضر يتصدر، وبعدين يبنوا يعني زي كده هبات او مخازن عشان يخزنوا فيه الهيدروجين الاخضر ده او الامونيا دي الخضراء اللي هتطلع دي، ويصدروها على شكل طاقه. حلو كده. فين الموضوع ده بيحصل؟ اساسا في منطقه قناه السويس. حلو الكلام. في اقليم قناه السويس اللي هو المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، من اول مينا السخنه، من اول مينا الطور والسخنه لغايه فوق خالص بورسعيد، اللي هي امتداد الجزء بتاع سيناء. حلو الكلام. تمام ماشي. المنطقه دي اللي انا بقيت بقى عمال اروجها واقول يا جماعه دي هتبقى يعني واحده من اهم اماكن انتاج الطاقه في العالم وهكذا، يحصل على بعد 2 كيلو منها حرب تهدد، مش بس بتهدد ان هو الاثنين دول يستمروا في الحرب فتره طويله، لا تهدد بانه مصر نفسها ممكن تنجر للحرب. ليه؟ لانه في طرف عاوز دايما يقول يعني ايه، انه يا جماعه دي مش ازمتي لوحدي، دي ازمه المنطقه كلها. حلو هي. انا مش دعوه. لا، وفي الطرفين كان عندهم اصرار لجرجره مصر للمواجهه كمان بشكل واضح، يعني احنا يا جماعه عندنا مشكله انتوا حلوها. دي مش مشكلتنا، الناس بتوعكم دول خدوهم، الناس دول اتصرف. المهم يعني ففي حته ارض خاليه عزيزه عليك هتتحارب. انت ما تخيل حضرتك مستثمر دلوقتي صيني مثلا مش جاي، بس وقفت اشوف بقى حضرتك ايه التراكم عامل ازاي. انت بقى الناس المواطن المصري ملوش علاقه بالكلام ده كله، يعني انت قاعد يقول الاسعار بتغلى يا باشا، ما لازم تغلى باشا، انت كل خطوه فيها مطب، كل خطوه في والناس بتقول ايه ده سوق اداره. طب انا في ايدي، انا بايه؟ انا كنت هنيجي للحته دي، لانه احنا قدام الاسباب العالميه دي كلها اللي ادت، ويمكن حضرتك بتشير في غزه، انا بقى عندي شبح حرب، ده اثر على الاستثمار، وبعدين كان ليه تداعيات مباشره على قناه السويس، لانه اتسعت دايره الحرب، فبقى عندي قلق في البحر الاحمر، فاثر على قناه السويس. التاثير بس مش على قناه السويس كده، ده انا بس عاوز اقول، انا والله مش متشائم، بس انا بحاول ارسم الصوره لحضرتك عشان تعرف الراجل اللي قاعد في الكرسي بص ازاي، علشان الناس بتفهم انه حرب في غزه ايه اللي هيحصل. لا انت الحرب اندلعت في غزه، اول حاجه اول ما الحرب تحصل في غزه المستثمر غيري انا خالص بص يقول ايه، هو مين اللي بيحارب في غزه يا جماعه؟ دول الاسرائيليين بيحاربوا حماس. حماس دول عندهم ارتباطات في المنطقه، عندهم ارتباطات في المنطقه، مرتبطين بمين؟ مرتبطين بحزب الله، مرتبطين بالحوثيين، مرتبطين بايران، ومرتبطين بجماعات في سوريا وجماعات في العراق. الناس دول الحمساويه دول
اول ما بدأوا الحرب طلع واحد ايراني قال لك احنا عندنا حاجه اسمها سيناريو وحده الساحات. يعني وحده الساحات يا باشا؟ يعني الناس دي كلها ممكن تحارب في نفس الوقت. في نفس الوقت المستثمر بقى يقول ايه؟ ده لو وحده الساحات دي حصلت الناس اللي في العراق دي ممكن تولع في حقول النفط، النفط يغلى. طب الناس اللي في باب المندب ده ممكن يوقفوا التجاره. طب الناس اللي في ايران ده ممكن يضربوا مضيق هرمز يوقفوا الملاحه فيه، يغرقوا فيه مركبتين يوقفوا الملاحه، بيخرج منه 40% من تجاره النفط المنقوله بحرا. الحته دي تقف مركبتين، خدك بس التفاهم. غرق مركبتين وقفنا، مش مضطر يضرب حاجه اصلا، مش مضطر يحارب، يغرق فيه مركبتين وقفت. المستثمر بقى يعمل ايه؟ اول ما ده يحصل يروح يجري، اسعار النفط ترتفع، استثماراته في المنطقه كلها تقف، والناس اللي كان هيستثمر عندهم هيسلفهم هيديهم اي حاجه يقوم رافع ايده عنهم كده. مين بقى الناس دول؟ احنا. حضرتك ازاي؟ انا والله برسم حضرتك الصوره بكل موضوعيه وكل سلاسه عشان الناس تفهم ايه اللي بيواجه الراجل اللي قاعد بيشتغل وهو بيدير. حلو الكلام كده؟ ماشي. ده احنا ده كده. طب ماشي يا جماعه، احنا هنتجاوب مع الموضوع بس كده؟ لا، عندك بقى ناس جوه في مصر بقول لك ايه؟ اللي بيموتوا في غزه دول اخواتنا، احنا لازم نحرك الجيش بتاعنا يدافع عنهم. يا جماعه يعني اسهل حاجه في الدنيا ان احنا نحارب. احنا هنا بنبص للمساله بمدخل اقتصاد. انا بقول لك بقى الاقتصاد. الاقتصاد عامل ازاي؟ يعني انا طبعا يعني انا ما بفهمش قوي في الاستراتيجيه والكلام ده، لكن انا بقول لحضرتك بتكلم اقتصاد. الاقتصاد هنا اسهل حاجه ان انت تحارب، بس انت كل طلقه بتضربها دي فلوس بتدفعها، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه الحرب دي معدات بتستهلك وقود. سلاح وقود ده بفلوس. المعدات نفسها بتستهلك، بتضطر تجددها تاني. وخد بال حضرتك بتفقد حاجه مهمه جدا بتمنع عنك الوش في المنطقه، القدره على الرضع. الدول العاقله الفاهمه المتقدمه تحطش نفسها في اختبار، بتبني الجيوش مش عشان تحارب بيها، بتبني الجيوش عشان ما تحاربش. يعني صحيح. يعني انا ببني جيشي مش عشان احارب بيه، انا ببني جيش عشان يمنعني من الحرب. ويمكن حضرتك ده واضح جدا في ليبيا لما الرئيس رسم خط احمر.